يلا هاي everybody. Now we are with part 2 of photosynthesis. First of all, I want to apologize for this bad resolution, but we have to make it يعني lighter such that we can upload it easily because the last one يعني took a very long time in uploading. Okay, I will talk about the light reaction. Maybe you find it a little bit يعني difficult in okay. طيب listen with me. Memorize with me because I will ask you to repeat. فاهمة؟ اوكي طيب ماشي يلا وكل زمايلك في جريد 10 ان شاء الله هيحفظوا ويسمعوا معانا. طيب بصوا يا دكاترة دلوقتي اللايت رياكشن بيحصل بالنسبة للي مش دكاترة هيسمعوا خلاص واخرسي خالص وتصوري وانتي ساكتة ولما اسألك تجاوبي. اوكي دلوقتي بصوا يا دكاترة يا حبايبي سيبكم من التيت دي فاشلة اساسا. دلوقتي اللايت رياكشن انا هتكلم على الستيبس اوف لايت رياكشن. اللايت رياكشن دي بتحصل في الجرانا. الجرانا اهي اوكي ادي الممبرين اوف ذا ثايلاكويد نخش جوه ده سوري الممبرين اوف ذا كلوروبلاست نخش جوه هنلاقي الايه الثايلاكويد هناخد واحده فيهم خلاص ونكبرها اوكي يبقى ادي الممبرين اهو ادي الممبرين اهو يا دكتور اللي هو عليه الايه الكلوروفيل ادي الممبرين بتاع الثايلاكويد هاخده واكبره. الممبرين بتاع الثايلاكويد زي الممبرين بتاع السيل سيرفيس ممبرين ذات يو توك ات بيفور فوسفوليبيد باي لاير انكوربوريتد وذ بروتين. فاكرين الكلام ده؟ اوكي هم فاكرين انتوا بالنسبه للمنتالي ريتاردد بيبول اللي زيك هم فاكرين حبايبي. طيب احنا كنا قلنا قبل كده ان اي ممبرين عباره عن فوسفوليبيد باي لاير تو لايرز اوف ليبيدز ومعاها ايه بروتين. حتى كنا قلنا البروتين ده انتجرال وبريفرال مش كده وقلنا مالكيش دعوه انت انا بكلمهم هم يا منى يا حبيبتي شوفي لي حل في البنت دي انا هفتقر بسببها. طيب اوكي بص طب ادي الفوسفوليبيد باي لاير اهي وادي الايه احنا عندنا البيجمنتس بقى مش مرميه كده وخلاص دي موجوده جوه استراكشرز اسمها الفوتو سنتر او الفوتو سيستم الاثنين صح يبقى كلمه بي دي بي 4 فوتو سيستم اهي اللي هي موجوده بيج 114 in your textbook فوتو سيستم 2 and فوتو سيستم 1 اوكي طيب and this is the yellow one the phospholipid bilayer these are the photosystems اللي هي containing the pigments the chlorophyll and other pigments chlorophyll A chlorophyll B and carotenoids okay and these are called electron transport ودي عبارة عن protein molecules اهي شايفين integral و peripheral اهي وحنشوف وظيفتها ايه خلاص وده اسمه ATP synthase اوكي تعالوا بقى نشوف هنا انا رسمتها كده بصوا هتحفظوا معايا هما كام ستيب يلا نعدهم هما 8 ستيبس هنحفظ بقى لو فرح حفظتهم يبقى انتوا كلكم فاهمين يعني انا الانديكيشن بتاعي فرح دلوقتي عشان هي يعني ابيض بيولوجي فاذا حفظتها معناها انها اطمنت على الدفعه اوكي نمبر 1 لايت فول اون بوث فوتوسيستمز طبيعي يبقى دلوقتي اصلا الفوتو سيستم دي فيها البيجمنتس ذات ويل ابزورب ذا لايت يبقى الفيرست ستيب ايه لايت فول اون اون بوث فوتو سيستمز احفظوا معايا نمبر 2 الكترونز ايجكت اهم شايفين ليه لان اللايت ده انرجي مش كده وجوه الفوتو سيستم فيه كلوروفيل مولكيولز المولكيول ده عباره عن اتومز والاتومز فيها الكترونز والالكترونز جوه الانرجي ليفلز زي ما بتاخدوا في الكيمستري دلوقتي طيب if I fall light energy on these atoms مش الالكترونز دي مش هتاخد الانرجي وتطلع بره صح ولا لا هت overcome الاتراكشن بينها وبين النيوكليوس بتاعتها وتطلع يبقى why the electron ejects عشان نبقى فاهمين بس ما بنحفظش وخلاص الالكترون ejects او emitted because the electrons in the atoms of the pigment molecules زي الكلوروفيل will absorb this energy خلاص and a release out of the atoms يبقى number one light fall on both photosystems number two electrons eject خلاص نمبر 3 تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل للالكترون اوكي بصوا يا دكاتره losing electron oxidation خلاص ده ال definition
الحديث للاكسديشن، عمليه الاكسديشن هي لوزنج الكترونز. اوكي، يبقى المولكيولز اللي فقد الكلوروفيل لما when it lost the electrons، when it lost the electrons ده اكسديشن، لوزنج الكترون اكسديشن. نكملها، gaining electron reduction. ليو جر اهي، losing electron oxidation، خلاص gaining electrons reduction. عشان بس وانتوا بتقروا في التكست بوك لما تشوفوا كلمة oxidation و reduction، الoxidation هي losing electrons و reduction هي gaining electrons. طيب يبقى تاني، number one فازوا معي light fall on both photosystem، number two electrons eject اهي من هنا ومن هنا، number three electrons emitted from photosystem two اهي بينا دي two اهي اهي دي 2 دي 1. اوكي، electrons emitted from photosystem 2 will pass through electron transport chain اهو، شوفوا البراون ارو اهو 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 لحد ما تروح فين، till they reach photosystem 1. what is this red اسمهم الالكترون ترانسبورت، دي عبارة عن بروتين مولكيولز موجودة في الممبرين نفسه، تمام كده، وظيفتها انها تستقبل الالكترون. خلاص، اول يعني الالكترون اللي طلعت دي فرح هتروح فين، مش هتضيع كده، خلاص هتروح تبتدي تتنقل تترانسفير على ايه، بروتين مولكيولز، because this protein molecules اللي هي الريد سيركلز دي، because this protein molecules خلاص take the electron and the transfer it to one another اهو زي ما انت شايفه، عشان كده سموها electron transported chain، لكن هي اصلا في حقيقه امرها ايه، بروتين مولكيولز موجوده في الممبرين. what is the rule electron carrier، they take the electron and transfer it to another one، they take the electron and transfer it to another one. okay let me take this please. الو اهلا، مين؟ وعليكم السلام والرحمه، مين؟ ايوه باسم، اه الحصه خلاص في ميعادها يا باسم، تعالى الساعه 8، باي باي. اوكي كده، طيب طيب اول واحد the first molecule the first protein molecule will receive the electrons. اوكي هيبقى اسمه ايه، primary electron acceptor، اول واحد استقبل الالكترونات، primary لانه اول واحد، electron acceptor لانه بيستقبل الالكترونز اهو، والباقي بقى اسمهم electron transport chain، من ده لده من ده لده لحد ما اوصل للفوتوسيستم 1. يبقى اقولها تاني، number 3 electrons emitted okay they will be transferred to electron transport chain till they reach photosystem 1. يبقى تعالوا نعيد الثلاثه steps تاني، number 1 light fall، يلا بتحفظوا معايا light fall on both photosystem، number 2 electrons eject، number 3 electrons emitted from photosystem 2 will pass electron transported chain اهو 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 till it reaches to او till they reach photosystem 1 and compensated او regenerated. يعني ايه compensated يا دكاتره؟ طب مش photosystem 2 ده كان فقد electrons، مش احنا قلنا light fall on both photosystems وبعدين electrons eject، طب ما هي الالكترونز eject من الاثنين. طيب لما photosystem 1 يلوز electrons نتيجه الابسوربشن اوف لايت، يعوضها منين؟ يعوضها من اللي جاي من 2، شايفين؟ يبقى الالكترونز اللي طلعت من 2 خلاص هتدخل تعوض اللي فقدت من 1. طيب نمبر 4 ده كده خلصنا 3 اهم، يلا نعيدهم لاخر مره، نمبر 1 light both fall on both photosystem، نمبر 2 electron eject، خلاص نمبر 3 electrons emitted from photosystem 2 will pass electron transported chain till they reach photosystem 1 and compensated. 4 طيب الالكترونز يا دكاترة وهي بتتحرك من one protein molecule to another from one electron transport to another they lose some energy. خدوا بالكم ان الالكترونز دي عشان تطلع اصلا they absorbed the energy اللي هي جابتها منين؟
جات لها منين الانرجي دي يا فرح؟ لايف ميني. برافو عليكي ما شاء الله. طب ما انت كويسه اهو، بيقولوا ان انت يعني تيت في البيولوجي ليه. طيب يبقى الالكترونز اصلا عشان تطلع زي ابزوربت ذا لايت مش كده؟ طيب عشان تدخل تاني مش تسيب بقى الانرجي اللي خدتها، صح ولا لا؟ الالكترونز اخدت انرجي وطلعت، اخدت انرجي من اللايت وطلعت. يبقى عشان تدخل تاني تسيب الانرجي دي، صح ولا لا؟ لوجيك لوجيك. طيب يبقى لوجيك بالنسبه للناس الطبيعيه. اوكي يبقى انا هقول في نمبر 4 اهو، during electron transport chain يعني اثناء ما الالكترونز بتتنطط كده من one electron transport للتاني، they lose a some of their energy gradually كده، كل jump كل transfer بي lose a some of their energy. طب الانرجي دي to be dissipated ولا to be trapped؟ تضيع ولا نمسكها في حاجة؟ ها تضيع. قولي انت رأيك ايه، رأيك ايه؟ تضيع نسيبها تضيع الانرجي دي ولا نمسكها في حاجة؟ ها قولي بس تخبطي اي حاجه ان شاء الله هتبقى صح. يعني ايه نمسكها في حاجه؟ يعني يعني نستورت. ايوه بالظبط كده، مش هنخسر حاجه، مش هنخسر حاجه، نقول نستورت. شفتي ما شاء الله ليه اهو طبيعي. يعني انا ما بعملش كل ده عشان في الاخر الانرجي تضيع، لازم امسكها في حاجه، اخزنها في حاجه، ما اسيبهاش تضيع، صح؟ لوجيك. طيب يبقى تاني اهو انا في نمبر 4 لسه، the electrons emitted from photosystem 2 during their electron transported chain they lose energy. This energy is used in proton pump. بدل ما تضيع هناخد الانرجي اللي طلعت، شايفه السهم ده اهو، شايفه دي الانرجي اللي بتطلع نتيجه الايه او اثناء ايه الالكترون ترانسبورت. طيب this energy هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها in what is called the proton pump. يعني ايه proton pump؟ البروتون هو الهيدروجين ايون اهي، شايفين ال H plus، ال H plus هي دي الهيدروجين ايون، لان الهيدروجين اتوم عبارة عن بروتون في النيوكليس بيلف حواليه الكترون، وانتوا عارفين الكلام ده من الكيمستري. طب انا لو شلت الالكترون وحولت الهيدروجين اتوم الى هيدروجين ايون هتبقى عبارة عن بروتون، يعني هو الكترون واحد في الانرجي ليفل راح، فما فاضلش الا نيوكليس اوكي وجواها بروتون واحد خلاص، وبالتالي الهيدروجين ايون this hydrogen ion this is the proton. اوكي سو اجين ذا الكترون نمبر 4 during electron transport electron lose energy. This energy is used in proton pump means to take hydrogen ions اللي هي البروتون from outside to inside the thylakoid. مش ده الثيلاكويد ممبرين، يبقى ده بره الثيلاكويد في الستروما وده جوه الثيلاكويد. اوكي طيب وبص يا دكاتره، اي حاجه فيها كلمه بامب معناها assisted بانرجي، لانه بامب معناها ضخ، ومفيش حاجه بنضخها للاوتوماتيك، لازم يبقى فيه انرجي. انا عشان اضخ ميه مضخه ميه لازم يبقى فيه موتور، لازم يبقى فيه كهرباء. اوكي طيب يبقى كلمه بامب او ضخ معناها انه this transport needs energy active transport، لو لا قدر الله لسه فاكرينه. اوكي طيب المهم اوكي يبقى تاني بقى نعيد الاربعه تاني، هما 8 احنا خلصنا اربعه اهو. نمبر 1 light fall on both photosystems. نمبر 2 electrons eject. نمبر 3 electrons emitted from photosystem 2 will pass electron transported chain till reach photosystem 1 and compensated or regenerated. نمبر 4 during electron transported chain electrons lose energy which is used in proton pump means to take hydrogen ions from outside to inside. 5 طيب احنا دلوقتي عملنا compensation لفوتوسيستم 1، الالكترونز اللي فقدها رجع عوضها منين؟ اللي جاي له من 2. طب فوتوسيستم 2 مين اللي يعوضه؟ مين اللي يعمل له restoring لل